العائد من تطبيق نظم المعلومات الجيو انفورماتكس في كل قضايا التنمية، في كل قضايا الخدمات، في إدارة الأزمات، التكلفة بتاعتها لو قارناها بالفايدة تعتبر تكلفة زهيدة. تمام؟ في مصر موجود أماكن كثيرة، عندنا هيئة قومية للشرع عن بعد وعلم الفضاء، وهناك برنامج فضائي مصري، ونتمنى له أن الدولة تدعمه وأن يكون هناك رؤية لدعم هذا الكيان اللي هو الهيئة القومية إلى أن تصبح وكالة فضاء مصرية. لأن برنامج الفضاء أي دولة بتقول أنا دولة عظمى بتنهي، يعني قبل اللانشنج إن هي بتقول أنا دولة عظمى لابد أن يكون لديها برنامج فضاء. شوف النهاردة الصين هتنزل إنسان على القمر بتقول أنا دولة عظمى، الهند، أي دولة عشان تقول أنا دولة عظمى لابد أن تنهي هذا الطريق ببرنامج للفضاء. عندنا علماء، عندنا خبراء، عندنا إمكانيات في هذا المجال غير محدودة. المشكلة إن ما حدش بيتكلم مع بعض، يعني عندنا عدد، لذلك تجدي إن معظم اللي يعملوا في هذا المجال في المنطقة وفي الشرق الأوسط هم مصريين، هم مصريين. إذن عندنا إمكانيات، عندنا جهات، عندنا مركز معلومات GIS، وزارة الاتصالات شغالة، الهيئة القومية للاستشعار شغالة، الهيئة المصرية العامة للمساحة شغالة، المساحة الجيولوجية، بالإضافة إلى فالتكنولوجيا موجودة. لكن المشكلة النهاردة لو أنا عندي إدارة أزمة، البلد النهاردة في كما تعلمون مصر بقى لها 3 سنين تقريبا في أزمات، أنا عاوز بقى كل ما هو موجود من خرائط وصور أقمار صناعية متاح لمتخذ القرار، يستطيع أن يتخذ القرار الصح في الوقت الصح في أي مجال من المجالات، في أي مجال من المجالات، في أي مجال. لكن المشكلة إن كل واحد عنده بيانات وعنده معلومات وعنده أجهزة وعنده سوفت وير عنده لوحده، فبالتالي لما أجي أحتاجها أنا كدولة، كمتخذ قرار، كمركز إدارة أزمات، كمركز تنمية على مستوى الدولة، كوزارة التخطيط، لازم تعيدي بناء كل هذه الأشياء مرة أخرى، وده هيبقى يعني مضيعة الوقت وتكلفة. فإحنا عاوزين من دلوقتي أن يكون هناك رؤية للجومة على المعلوماتية في مصر، لأن في النهاية اللي بيصرف في كل هذه الجهات هو المواطن المصري من خلال ميزانية الدولة، وبالتالي ده يجب أنه يتاح لكل متخذ قرار داخل مصر. طب على مستوى العالم، يعني إلى أي مدى ذهبت تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، يعني الاتجاه لاستخدامها في إيه مستقبلا، يعني غير المجالات الطبية وغير إدارة الأزمات وجمع المعلومات الجغرافية، يعني عن أي دولة من بتستخدم في كل المجالات فعلا؟ يعني أنا بقول بتستخدم في كل المجالات، المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. نستطيع أن احنا خريطة للفقر في دولة من الدول، فين المناطق المحرومة من الخدمات الصحية وكمعلومات اقتصادية اجتماعية. يعني ده ازاي ممكن يتم؟ من خلال التقنية دي. خلال التقنية حول حضرتك، عملناها في مصر مع الأسف الشديد في يوم من الأيام، وقلنا جمعنا كل البيانات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى القرية وعلى مستوى الشيخة، وعملنا أناليسيز أو بنينا موديل، عملنا تحليل وبنينا نموذج، قلنا فين القرية اللي أقل نصيب فرد من المية تشرب، أقل نصيب من الطبيب، أقل نصيب من الخدمة التعليمية، أقل دخل، تركزت أسوأ قريتين في القريتين اللي كانوا مصدر الإرهاب. ففي ذلك الوقت قابلنا رئيس الجمهورية ومنهم الأمر، وقلنا له الإرهاب ليس دين وليس وليس وليس، ولكنه فقر ونقص خدمات، واتخذت عليه قرارات في ذلك الوقت، لكن محدش كمل. فإحنا الفيسبوك النهاردة، الموبايل، السمارت موبايل، هل تعلمي ان نستطيع ان احنا نحل موضوع المرور بالموبايل؟ اعطلنا اوثوريتي لاحدى الجهات الحكوميه، واحنا نتصل بس بشركات الموبايل ومن محمول في مصر، كل محمول هو جي بي اس متحرك، مجرد حضرتك مشغل الموبايل اعرف حضرتك رايحه فين وجايه منين. فانت وانت راكب السياره، مجرد الموبايل بتاعك بيتحرك بسرعه معينه يبقى انت داخل سياره. نستطيع ان نحن نعرف التكدس المروري بخريطه اونلاين، في مكافحه الجريمه برضه، يعني حاجه من الحاجات، يعني جرائم السرقه بالزبط. والحاجات دي ممكن من خلال هذه التكنولوجيا. وبالتالي الفيسبوك النهارده احنا نستطيع نعرف كل الخريطه وجهات معينه بتعملها لكل من هو فاتح الفيسبوك، مكانه فين على الكره الارضيه وبيتحرك منين، لدرجه ان احنا نستطيع ان احنا لو عاوز اعرف شخص معين او شخصيه مهمه عاوز احميه مثلا، مش غائب واحد،
من خلال استخدامه أنا أرسم خريطة له في خلال شهر شهرين، أنا بعد كده لو أنت الساعة 5 و10 عايزاه أقول لك الاحتمال الأكبر موجود في المكان الفلاني. يعني الناس اللي يعني فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا بنشات أو بنتكلم بيها، مش البعض يلاقي أن ده يعني اتجاه خطير أيضا في استخدام هذه التكنولوجيا، وغير مستخدم. ما هو مستخدم، لكن مستخدم. يعني فكرة تطبيقه بشكل أكبر ده هيكون يعني في خطورة على فكرة الخصوصية أيضا، ويعني ما فيش خصوصية. يعني اللي يقول أن في خصوصية بعد هذه التكنولوجيات، سوري، يعني لا توجد خصوصية. بقول لحضرتك هذه التكنولوجيا تصل إن هي بير بيرسون، يعني هم حاليا عاوزين يعرفوا حمدي الجميلي فين دلوقتي في اللحظة دي، هم عارفيني وانا قافل الموبايل لان بسجل مع حضرتكم، عارفيني. يعني ايفن حتى لما بقفل الموبايل فهم عارفين اخر لحظة انا قفلت فيها الموبايل انا كنت موجود في النقطة الفلانية. هذا جزء اخر من التطبيقات، لكن ممكن نستخدمه لأمن، عشان أمن الناس مش عشان أتجسس على الناس، لكن ممكن تستخدم بشرف أو بأخلاقيات المهنة للحفاظ وللمراقبة وللمتابعة. فتطبيقات الاستشارة عن بعد أو الجو معلوماتية وصلت إلى كل المجالات، الجيولوجيا والمعادن والثروات المعدنية كلها النهارده. يمكن ده ابرز تطبيق معروف انها فعلا بتستخدم في يعني في فحص طبقات الارض والمعادن المواد الموجوده تحتها. الزراعه النهارده انا عاوز اعرف انا كمصر هحتاج قمح السنه دي ولا مش هحتاج. في بدايه زراعتك لموسم القمح بصور الاقمار الصناعيه بناخدها بنحللها بنطلع منها الانتاجيه المتوقعه، وانت لسه بتزرعيه. هنقول مثلا هننتج مليون، مصر محتاجه 1.5 مليون، يبقى من النهارده احنا عارفين ان احنا محتاجين 0.5 مليون قبل ما يغلى سوق القمح العالمي، انا استطيع ان انا اتعاقد عليه، وهذا اضعف الايمان. فهذه التقنيه ممكن حتى النبات هيموت، عندنا في هذه التقنيه نعرف من صوره القمر الصناعي نوع معين ان الشجره ديت او النبات ده لا في مشكله صحيه بعينك انت مش شايفاه لان انت شايفاه اخضر، لكن بجزء معين من الطيف بعرف ان هو اوشك على الموت، فبالتالي نكون برو اكتف او ان احنا ناخد خطوات استباقيه ونخلي المختص يبدا يعالجه. فكره الاستشعار عن بعد بالتاكيد لازم مصر تخطو فيها خطوات لقدام من خلال تعاون هيئات زي ما حضرتك ذكرت تهتم بهذا الموضوع، لانه ممكن موجوده في مصر. دكتور حمدي الجميلي رئيس مركز نظم المعلومات الجغرافيه بمعهد الكويت للابحاث العلميه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه الافاده. ومشاهدينا الكرام برجع افكركم بسؤال حلقتنا على الفيسبوك والخاص بصفقه شراء الفيسبوك لبرنامج واتساب ب 19 مليار دولار، وهل هي مبالغ فيها ام لا، وما هو سر الصفقه من وجهه نظركم. ويمكن جات لنا بعض الاجابات من خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. من أول التعليقات تيا شامي بتقول أظن أن الصفقة مبالغ فيها من وجهة نظري الشخصية لعدة أسباب. لو فكرنا في أسباب شراء الفيسبوك للواتساب في سببين أساسيين، وهما قاعدة بيانات الأرقام، الأمر الذي أظن أن الفيسبوك حققه عن طريق ربط الحسابات بأرقام الهواتف منذ مدة. الأمر الثاني الإعلانات حسب ما أشيع، وأظن أن ربط البرنامج بالإعلانات سيدفع الكثيرين ومنهم أنا للاستغناء عن البرنامج لأنه سيصبح بطيء ربما مزعج. أيضا أمر ثالث وهو محاولات الشركات الضخمة ربط عدة خدمات بحساب الجيميل. من ضمن المتابعات الثانية تامر عبد الحليم أرى أن العقلية التي ابتكرت الفيسبوك ووصلت به إلى ما وصل إليه الآن ليست بالسذاجة التي تعقد صفقة مبالغ فيها أو بلا فائدة. وتعليق آخر بيقول أنا شايف أنه اشترى وكسب أضعاف المبلغ فعليا ففي فترة قصيرة جدا. وبعض التعديلات قد نجد أن الفيسبوك بيطلب الواتس أب صوت وفيديو زي ما تم ربط اتصال سكايب قبل ذلك، والناس يعني تعرف من أين تؤكل الكتف كما يقول أحد متابعينا. دعاء مدحت بتقول أكيد الواتساب مكسب لمالكه، فحوالي 500 مليون شخص بيستخدموا الواتساب حول العالم وهو التطبيق الأكثر اشتراكا حتى الآن، وأكيد هيحصل في تطوير. عادل خليل دمج الفيسبوك مع الواتساب هيكون أكبر مركز معلومات وبيانات في العالم، وهناك من يدفع آلاف المليارات مقابل المعلومة. دي كانت نظرة سريعة على تعليقات متابعينا من
خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا، لكن كالمعتاد في الختام معنا تقرير هذا الأسبوع عن معرض برشلونة لأحدث التقنيات في مجال الهواتف المحمولة وما هو جديد في هذا المجال. أراكم في الأسبوع القادم بإذن الله، فإلى اللقاء. أحد أهم الأحداث التكنولوجية والتي جعلت الشركات العالمية تسابق الزمن من أجل المشاركة فيه معرض برشلونة العالمي لتقنيات الهواتف الذكية والأدوات التكنولوجية الذي يقام بإسبانيا. المعرض يعتبر متحفا حيث يبين التطور في هذا المجال ويقدم أول هاتف محمول والذي تم تصنيعه منذ ما يقرب من 21 عاما وعلى وجه التحديد في عام 1983. وكلما زادت تقنية الهواتف الذكية سهل ذلك في أسلوب الحياة لتصبح وظيفته ليس فقط إجراء الأحاديث الهاتفية وإنما البيع والشراء من خلاله ومتابعة الصحف والمجلات والمشاركة بإبداء الآراء. ولا ننسى أننا يمكننا وضع بعض التطبيقات التي تساعدنا في نواح كثيرة في حياتنا إلى جانب الألعاب كشق ترفيهي. ويقول أحد المتخصصين في هذا المجال إن صناعة الهواتف المحمولة الذكية تنمو وتتقدم ليس كل يوم وإنما كل لحظة. وهذا الجمع الكبير للشركات في المؤتمرات والمعارض الكبرى يقرب وجهات النظر فيما يحتاجه المستهلك سعيا لإرضائه. الأبحاث التي قامت بها معاهد التكنولوجيا العام الماضي توصلت إلى أن عدد زائري الإنترنت وصل لحوالي 6.8 مليار شخص، ويرون أن العدد سيزداد هذا العام ليصل إلى عدد سكان الأرض. ومن أهم استخدامات الإنترنت استخدام تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي في تحقيق تقارب كبير بين البشر في كل أنحاء العالم. ويتوقع العلماء أن تمتد الاستخدامات التكنولوجية للشبكة العنكبوتية إلى توصيل كل الأدوات المستخدمة بالمنزل بالهواتف الذكية ليتم التحكم فيها عن بعد من خارج المنزل عبر الإنترنت. ومن الأدوات التي ظهرت العام الماضي وجعلت أطباء الأسنان سعداء فرشاة أسنان إلكترونية، وهي مزودة بحساسات توضح لمستخدميها الأماكن التي تحتاج لتنظيف وعناية أكثر من غيرها. وأيضا من الأدوات الجديدة التي أبهرت الحاضرين ساعة يد ليست وظيفتها معرفة الوقت فقط، وإنما مزودة بسماعة وميكروفون متصلين بالهاتف الذكي، وبذلك تستقبل مكالماتك عن بعد بالإضافة إلى متابعة رسائلك النصية. كما يمكنك أيضا أن ترى وأنت تتجول في المعرض ابتكارا لعالم ياباني، وهو هاتف محمول يمكن أن تغمره في الماء تماما لمدة نصف ساعة دون أن يحدث له أي ضرر. الجدير بالذكر أن حوالي 1700 عارض من أكبر الشركات العالمية التي تحمل العلامات التجارية المعروفة حرصوا على التواجد في معرض برشلونة لعام 2014.